العيد في اليمن نصف فرح وأسى كامل، هكذا تبدو الصورة في ملامح الذين تبدو على وجوههم المكابدات والإقبال على الحياة في ذات اللحظة. عيد اليمنيين خليط من كل شيء، كما هو قلب اليمن، سعادة لا تخلو من الغصة، وفرح مثقوب بندوب الوجع، وضحكة فيها نبرة حزن عميق، وخدود تحضر فيها الدموع والبشاشة جنبا إلى جنب. إصرار اليمني على مباهج الحياة رغم الوجع والأسى والشتات والنزوح التي حولت لم الشمل في الأسرة اليمنية إلى بؤس مترامي الأطراف، إصرار يعكس الإرادة الروحية للشخصية اليمنية المستمدة من الطبيعة الخلابة وديناميكية التضاريس المتنوعة بين حيوية السهول وأفق السواحل وكبرياء الجبال. أفضل أيام العيد شفناها بنكهة الحرية، ونحن نريد ومتمنين ومتشوقين أن ننقل هذا الحرية إلى صنعاء. الأسرة اليمنية في عيد الفطر تعيش معاناة الداخل وشتات الخارج، والمعاناة المضاعفة لتلك الأسر التي تعيش فراغ الفقدان خلف الجدران الأربعة لمنازل الشهداء والمختطفين والمنفيين قسرا وراء البحار. العيد في المدن المحاصرة والمحافظات المحررة ومناطق سيطرة الانقلاب لا يختلف عن بعضه، باستثناء ما شهدته الأيام الأخيرة من حل في أزمة الرواتب في بعض المناطق المحررة كحالة مشرقة في محيط معتم. يوميات العيد في المدن والأرياف لا تخلو من التفاصيل الاجتماعية والتواصل وبث المودة، كما هي التقاليد اليمنية التي تضفي إلى يوميات العيد أثرا ينعكس على النفوس والقلوب. أزمة الرواتب أثرت مباشرة على مباهج العيد بالنسبة للأسر المعتمدة على الراتب، خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب الذي حول راتب الموظفين إلى أكبر عملية نصب من خلال ما عرف بالبطائق التموينية التي حولت الراتب إلى شيكات للمافيا الاقتصادية. بحسب متابعين فإن ابتكار اليمنيين هذه الفرحة الشاسعة في ظروف لا تعزز المباهج سجية يمنية خالصة وفطرة أزلية لازمت الإنسان اليمني، فطرة تولد مباهج تقاوم البؤس المتوارث والحياة الرديئة التي عاشها اليمني في كل أزمنة الاستبداد والتخلف، فما يلبث أن يتمسك بكل قواه بالفرح العابر ولا يجعله يفوت. على الرايا يا شيخنا بجبل مران، ورجالك يتعز العز عزم وإصرار، عد العدة وخلي الحوثي واطيها، عد العدة وخلي الحوثي.